السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم مروان. مرحبا بكم معايا اليوم في هاد الفيديو. أنا اليوم مشيت عند خاي هنا في مدريد، مشيت ضيف عنده باش شربت معكم هاد الطاجين. خاي قال لي نعملهم قطبان، ولكن أنا قلت له نعدلهم في الطاجين، يعني عملنا عليه هذا الطاجين ديال الغربة. قلت نعدلو في الطاجين حسن ما نعدلو في القطبان، تذكرنا البلاد والغربة. يعني كل ما بعدت عن البلاصة اللي أنا فيها كنحس بلي ولي كنزيد نغرب على بلادي. كما كتعرفو ستيبونا مربية يعني قريبة للمغرب بزاف، كاين الناس اللي كيعرفوها، يعني حدا الخزيرات بنص ساعة. ولكن ملي بعد حتى مدريد كنحس براسي زيت غربت بزاف على بلادي، وبالأخص في هاد كورونا شادين محبوسين. كنتمنى يا ربي تحدي، وانا بابا قاسني زي صافي هذا يعني قرب يتسالى صافي. هاد الفيديو هذا انا كنعدو معاكم وانا مشى مسافره مشى عند خاي فالنسيا كيف ما وعدتكم، ماشي مسافرة عندهم، ما سخيتش بخوتي والأهل والأحباب ديالي لا فاميلي ديالي اللي في مدريد، ما سخيتش بينهم. دابا أنا مش عيجيكم الصداع ديال الطوبيس، ولكن الناس كلها ساكتة، يعني ما كاينش صداع ديال الناس، غير الهدر ديال الكار ضروري عيسمعو الهدر ديالو. وبغيت نعدل هاد الفيديو باش نسجل معاكم فيديوهات في فالنسيا، تبعو معايا الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. غنمشي نجوز مع شي ايام تمايا، يعني جوزتها مخيره مع خوسي، جوزتها واعره معاهم في مدريد مع العائله ولا فامين، ما سخيتش بهم الصراحه. ولكن يعني صافي قربت لي الفاسيون ديالي باش نرجع للخدمه، نمشي لفالنسيا نجوز عشيه 3 ايام ولا 4 ايام نزور الاخ ديالي في فالنسيا، ومن بعد عنهود افحالين استيبونا. كيما مشتو معايا الطاجين ديالنا، يعني هو قرب يطيب، جا يعني رائع. كما قلتكم كنتمنى يا ربي باكوس اللي ما يجي تكون تيسرت الامور وتحلت الديوانه، يرجع الامور كلها كما كانت، نرجع المياه لمجاريها، ونهودو ان شاء الله يا ربي الباكوس اللي جاي نهودو به المغرب. نتمنى يا ربي، انا بكل صراحه كما كتشوفو معايا الطاجين ديالي يعني طاب، دابا غنطفي عليه باش نتغداو. كما قلتكم يعني واخا نتسارى هنا ونشوف، ولكن توحش المهمه بزاف، توحش الوالده، واخا نتسارى وعندو في كل بلاصه هنا وعند خوتي وعنزورهم، ولكن تفاد الوالده ديالي يعني ما تقلق ليش بصراحه. توحشت له بزاف، شحال من شتا هادي طرا 3 سنين. دابا انا حطينا الغدا انا وخي نتغدا ونخرجو نضربو شي دويره برا. بعد ما تغدينا نهدر سد واحد الدويره في الدار ديال خي، هاد الديكور هذا مزيون عند مرات خي عجبني، صورت معكم هاد الطويه مذهب بحال الشكل ديال الذهب، عندها شي ديكورات عجبوني صورت من عندها. هادو ديال طرد زخاي، تخي عندها ديكور مزيون عجبني صورت معاكم. عندو واحد الدوره هنا في نوريكم المنزل ديالو، دويره صغيره، ومن بعد غنخرجو برا. هاد الشميعات عجبوني بزاف مع هاد الديكور اللي عندها. هاد النقش ديال الكتر اللي عندها تا هما عجبوني بزاف، النقش عندها مزيان، الفرش اللي عندها تا هو الكولور ديالو عجبني تا هو، يعني شركتو معاكم.
هادو عندي اللوحة ديال القرآن، عندها معلقين في الحيطة ما عجبوني. عندي البولة الضو كانت فيها، يعني ممكن يعطيني الضو مجيتش واضحة. اللوحة هادي جات كتابة ديالها واضحة. هاد الفراش عجبني الصراحة، عجبني بزاف. عندي بزاف اللوحة ديال القرآن. هاد الديكور تا هو عجبني، عندها نفاد القنت. هذا تا هو فهاد القنت، يعني نفس الشكل. يعني هاد الدوق ديال المرا الخير عجبني بزاف اللي عندها هنا في المنزل ديالها. هذا الجبة ديال الطراسة، نظرة تدويرة خفيفة. حاولت ما يمكن أنني ما نطولش معكم الفيديو، ما يكونش طويل بزاف. حاولت ما يمكن أنني نختصر. هاد الطويلة هنا تاهي عجبتني الديكور ديالها، عندها فوق منها هاد الشجرة د العرس، يعني طبيعية. هاد الديكور تاهو مزيون عجبني، هادي قبل الطراسة. هاد الشجرة هادي تاهي مذهبة كتشبه داك الطوير اللي وريتو معاكم. وهاد الديكور هادي تاهو عجبني تاهو، عندها هاد الفرفارة الضو. التسمية هادي يعني مطبوعة في الحيط، عندها بسم الله الرحمن الرحيم، تاهي عجبتني بزاف. عندها يعني في الحيط. نتبعكم دويرة خفيفة. دابا نوريكم هاد السطوان فرشالو هاد الزربية بحسب البرد، تا هو عجبني بزاف. المحلة جاو بوحدة مع الحمام، جاو من هاد الجهة. أنا صورتكم غي الصالون، دخلة الباب، دخلة الباب جات من هاد الجهة. الصالون جا قبلة الباب، هو اللي صورتلكم أول مرة. ودابا نوجدو راسنا نخرجو برا ان شاء الله يا ربي، انا و اخ ديالي. من بعد ما خرجنا دورنا لقينا الزيت، وتبارك الله هو شهر ثلاثة، يعني 21 في شهر ثلاثة، يعني نشكر شهر ثلاثة، ولقينا الزيت عامر. يعني عي سبحين في ماليه، زبروه قطعولو هداك اللي ما صلح شي، كيفاش نزيد نطيب غزال ماليه زبروه وسارة منو باقي عامر. من بعد قررنا انا والاخ ديالي نقطعو منو، جبنا شي حاجه للدار. هاهو فين عندنا في هاد الميكا، بغينا نشارك معكم الاجواء. الحمد لله حنا هنا عندنا كل شيء موجود، كاين الزيت دي الزيت، يعني كاننا في المغرب. للاسف شنو اللي كينوض عندنا هو الوحش ديال المغرب، والوالده وخوتنا اللي كاين في المغرب والعائله، يعني كتوحشوا البلاد بالحق. يعني هنا كل شيء موجود الخير الحمد لله. هذا هو الزيتون اللي قطعناه انا والاخ ديالي، يعني تبارك الله الخير. زيتون عي مع الجناب، ماشي تهف في الراس ديالو، يعني عيسى بحال فيا كيطيح. اختي قالت لي جيب لي شي شويه، ملي كتهضر معايا بالكاميرا عجبها الزيتون. عيسى بحال فيا اللي بقى عاد تسير. مستحيل يكون باقي الزيتون دابا في شهر ثلاثة، يعني مارس يكون باقي الزيتون، يعني عندنا بالزهر دابا في المغرب كنظن. جادينا حنا في ستيبونا، يعني الزيتون بالزهر. هاهما كيما قلت لكم، يعني زبروه زبور وصافي زبروه. هما اللي سمحوا لي، قهوة اللي سمحوا لي سمحوا فيه. نحاول انني نشارك معكم في الراس ديالو باقي عامر. لاحظتوا انا نحاول نقرب الكاميرا وعاد تشوفوا له، ولا الكراتيرا نحاول نقرب الكاميرا وعاد تشوفوا له راسو باقي عامر.
حنا قطعنا عين مع عين مع الطرف عين من الارض عين بيدنا شي شويه قطعنا هادشي كامل يعني هذا الشيء اللي قطعنا صافي مشينا بحالنا نحاول نقرر لكم وحده عامره راسها يعني فدان كبير انا ما بغيت نصور لكم ولكن كبير بزاف كما كتلاحظوا معايا شوف هادي بقى عامره عامره يعني بحال اللي ما بقاوش يدين في هذا العسل الحين فيه يعني عاد تحكوا له في الارض كيف على الطيور تخيل اللي فين مشيتي كتلقى الزيتون مولي عيسى الحين فيه اللي ما بغيش يعدل الزيتون كما شفت معايا هذا كله يعني سامحين فيه صافي حنا عمرنا داكشي اللي عمرناه ماشي بحال هذا عيب يوريتكم كيفاش باقي زيتنا عامر بزاف الناس الى قلنا عليهم يعني ما يتيقوش شي ولكن انا حاولت نعمل فيديو باش نشاركو معكم يعني لا كذب لا فخمة انتما كيما كتشوفو على عيني المكان راسو باقي عامر تبارك الله ما صورت معكم غير شي شويه على قلب قدامي ما هو بزاف كاينه هادي حتى هي كيفاش نعمرها حتى هي كنحاول انا نقربها عن بعد هذا كله زيتون ماشي هاد الفدان يعني كبير بزاف كاين القنا هنا هما كيجريو واحد المنظر زعما ساريت تاز واحد انا واختي واحد النهار اللي خرجنا في مدريد الفيديوهات اللي شفتو معانا اللي خرجنا من 12 النهار ما دخلنا نطيح حتى حتى 10 الليل يعني قلت للاخت ديالي هذا الشيء عبقى في التاريخ يعني خديت واحد المسافه ما عمري بغيت في حياتي وكنتمنى نكون خفيف على قلبكم انا وصلت لنهايه الفيديو مع السلامه وكنشكركم بزاف وتبعوا معايا الفيديوهات اللي غنعمل معكم من فرنسا ان شاء الله مع السلامه